شاركت المملكة العربية السعودية في دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات الذي بدأ أعماله في جنيف بوفد رفيع المستوى يترأسه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس، الذي أكد التزام المملكة في دعمها للاتحاد بما يكفل قيامه بالمهام التي من شأنها خدمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي من خلال الشراكة الاستراتيجية. المملكة العربية السعودية عضو فاعل في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وفي هذه الدورة الحالية لهذا العام المملكة تشارك كأي من الأعوام السابقة بوفد الحقيقة كبير، بسبب أن الموضوعات المطروحة على مجلس الاتحاد في هذه الدورة موضوعات كثيرة والحقيقة متشعبة، كلها تسهم في مسألة التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي. ولهذا المملكة العربية السعودية جندت كل طاقاتها ممثلة طبعا بالكوادر البشرية الموجودة في هيئة الاتصالات تقنية المعلومات في مناقشة هذه الموضوعات. وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات تتضمن حاضنة الأعمال التقنية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنص الاتفاقية على قيادة المملكة للبرامج التقنية في منطقة الشرق الأوسط التي تضم 19 دولة، مما يعتبر اعترافا مباشر من الاتحاد الدولي للاتصالات بإمكانيات المملكة ومقدرتها التقنية التي جعلتها في ريادة وقيادة المنطقة. احنا اليوم نشهد حدث توقيع اتفاقية قيادة المملكة العربية السعودية لقطاع حاضنات الأعمال التقنية في الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط، ومكونة من تقريبا 22 عضو و19 دولة، وبرنامج بادر وهو أحد برامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قبلت قيادة هذا التكليف لمدة 3 أعوام إن شاء الله. وهذه طبعا يدل على قوة المملكة العربية السعودية في قطاع الحاضنات والمستشفيات التقنية في المنطقة، وهذا اليوم يعتبر فعلا اعتراف مباشر من الاتحاد الدولي للاتصالات بإمكانيات المملكة العربية السعودية في مجال التقنية وتقدمها التقني في المنطقة. تعتبر المملكة من أهم الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات نتيجة لشراكتها الاستراتيجية وجهودها الداعمة للاتحاد وتسخير إمكانياتها وخبراتها البشرية المتخصصة ومساهمتها مع المجتمع الدولي لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومساعدة الدول النامية في الاتحاد لتتمكن من الاستفادة من مستجدات التقنيات الحديثة. النشاط والحضور المتميز للمملكة العربية السعودية وسط منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جعل منها شريكا استراتيجيا للاتحاد الدولي للاتصالات. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف.